السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ام ملك وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بينا نقضي اليوم مع بعض، وروتين جديد هيعجبكم جدا، وهنعمل فيه حاجات كتيرة جدا مع بعض. عايزة اقول لكم ان انا اللي بتشجع بيكم، اليوم اللي بصور فيه بحب انجز فيه حاجات كتير عشان نشجع بعض. فزي ما انا بشجعكم انتوا كمان بتشجعوني. فصحيت كده من النوم وصليت الحمد لله الفجر، وكده دخلت على المطبخ عشان احضر اللانش بوكس لملوكة. ديت اول حاجة طبعا بعد ما بفوق كده وبصلي وكده، بخش بقى على المطبخ من قبل ما اصحيها، بكون مجهزة اللانش بوكس عشان بخلي بصوا صحيانها دوت اخر حاجة، يعني عبال ما بتصحى بتاخد وقت، فبخلي اللي انا جاهز اللانش بوكس وجهز لها حاجتها وبعد كده بصحيها. هعمل لها كده سندوتشات جبنه نستون، هي بتحبها بعدها. عايزه اقول لكم ان انا كل شويه عماله اجيب جبنه نستون ورومي وحلاوه وراحه جايه عماله اشتري في الحاجات ديت، فما شاء الله بتصرف جامد. بصوا بيبقى عملت لها كده جبنه نستون، وكمان هعمل لها حلاوه، دي العلبه كده جبتها على بعضها، بس عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا وموفره عن لما بشتري من ماركت سايب، يعني بقالها شويه معايا فانا لسه فاتحاها، فبتقعد معايا مده وكده، فبصراحه هجيبها على طول، موفره جدا. هعمل لها كده في السندوتشات، بحاول اغير لها كده كل يوم في السندوتشات عشان ما تزهقش، وبحاول كده احط لها حاجه تكون هي بتحبها، وهي بتحب الحلاوه جدا، فحطيت لها كده الحلاوه وحطيت لها جبنه نستون. تمام، اقفل بقى الفينو واحط لها كده باكو بسكوت كده بالفراوله، هي بتحبه، جايبالها من علبه، وكل يوم بحط لها واحد منه كده وهي معاها في اللانش بوكس كده، بحط لها واحد في العلبه فبتفرح بيه وبتحبها، وازازه الميه طبعا. بعد بقى ما جهزت كده اللانش بوكس بتاعها، بجهز لها كده شنطتها وبطمن على الكراسات ان هي محطوطه في الشنطه، لان طبعا بنطلع بالليل وبنعمل الواجب، فلازم اطمن كده ان الكراسات موجوده. جبت لها كده كيس توفي وبحط لها منها كل يوم، بس بحط لها هي وصاحبتها عشان بعودها دايما ان هي تدي لصاحبتها وتحبهم، فبعمل لها كده بحط لها كده هي وصاحبتها في الشنطه اهو، بحط لها بس بحاول برده ما اكترش عشان اسنانها، وبطمن كده على حاجتها ان هي موجوده، لان طبعا هي صغيره ما تعرفش تاخد بالها ان حاجتها، فانا بحط لها وبجهز لها الشنطه بتاعتها وبجهز لها كل حاجه، فكده تمام. اودي بقى ملوكه المدرسه وهنرجع بقى عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص كده رجعت من المدرسه ووديت ملوكه كده الحضانه، ودلوقتي بقى رجعت احضر فطار ليا انا وجوزي. بصوا بقى احنا هنفطر ايه؟ هنفطر كيكه قدره قادر. عايزه اقول لكم حاجه كده تحفه، وهم وهم، انا نزلت لكم الطريقه بالتفصيل في القناه. بس طبعا الفيديو بتاع الكيك هينزل الاول قبل الروتين، لان الروتين بيحتاج مني وقت في المونتاج وبفضل اظبط فيه، فالكيكه كانت اسهل في المونتاج طبعا عن الروتين. الروتين بيبقى متعب جدا جدا في تصويره في المونتاج. تمام، سخنت كده لبن جنبها، وده لبن بلدي حلو جدا جدا، بجيبه صبح وانا راجعه من بودي ملك، وانا راجعه بجيب من اللبان كده اللبن صبح، بيبقى حلو جدا جدا وبنشربه الصبح، مش قادره اقول لكم بيبقى تحفه قد ايه. وعملت كده الكيكة، وهنفطر بقى لبن وهنفطر كيكة. انا بشرب انا شاي بلبن وهو لبن. سألتوني على تنظيفات الشتاء، وناس كتيرة سألتني انت ما بدأتيش ليه يا مملك في التنظيفات. عايزة اقول لكم ان شاء الله باذن الله هنعمل كل حاجة مع بعض، وهشجعكم جدا جدا جدا، هنعمل فيديوهات جامدة جدا مع بعض، واحدة واحدة هننظف الشقة كلها، عايزين على دخلة الشتاء تبقى الشقة زي الفل ما فيهاش حاجة خالص، عشان طبعا في الساقعه بنبقى مكسرين ان احنا ننضف، منبقاش قادرين نعمل اي حاجه، فنخلي كده الشتا يدخل علينا والشقه نظيفه، مش محتاجه حاجه، حتى لو جه الساقعه ولا اي حاجه ومش قادرين نعمل تبقى الشقه نظيفه، يبقى هو الترتيب اليوم والتنظيف مش هيبقى متعب قوي، وبرده لو كسلنا تبقى الدنيا تمام. تمام، قطعت كده الكيكه في الطبق، بص عامله زي الجاتوه بالظبط. هفطر بقى دلوقتي وهنخش بقى على الشقه كده، بعد ما نفطر كده وناخد الباور نخش بقى على الشقه ونشوف هنعمل ايه. انا عندي النهارده في التنظيفات تنظيف اوضه الاطفال، عايزه انضفها تنظيفه كده حلوه ونخليها زي الفل كده، وورانا شويه حاجات كده هنعملها، فان شاء الله وانتم معايا برده نتشجع مع بعض كده. فيلا بينا بقى، هفطر وارجع لكم.
دخلت كده على اوضه الاطفال، عندي النهارده في التنظيفات كده اوضه الاطفال، فعايزه كده انضفها. بقالي عايزه كمان اغير طقم الملايه، بصوا اتوسخ فعايزه اغيره كده، وانضف الارضيه ونلمع الازاز بقى والخشب، ونظبط الاوضه كده بتاعه الاطفال كده. دلوقتي هطلع طقم ملايه جديد ونغيرها بقى، ونظبط الدنيا كده ونلمع الخشب. فيلا بينا بقى نتحدى الكسل ونظبط بقى ونخلص اللي ورانا. فانت كده لو مكسله كمان تشجعي معايا يلا، وشوفي اللي وراكي ويلا بينا. Thank you.
آه خلاص كده يا حبايبي، خلصت اوضه الاطفال، غيرت طقم الملايات. بصوا ده الطقم كده اللي انا حطيته، ده شكله كده آه عليه ولد كده، والرسومات ديت بتبقى بارزه، شكلها حلو جدا. الطقم ده انا كنت جايباه على العيد، وريت لكم فيديو المشتريات اهو، ده شكله كده ولونه كده اصفر كناري هادي خالص، درجته جميله. بصوا ده شكل الطقم الملايه من تحت كده اهي، اهو غيرت كده طقم الملايات بتاعت السريرين زي ما انتوا شفتوا كده اهو، وده السرير التاني تمام. آه ولمعت الخشب ولمعت الارضيه ولمعت الازاز كله، وهنا هوت البلكونه برضو لمعت البلكونه كلها كده، ولمعت كده الازاز بتاع البلكونه، وسايباها بقى فتحت الشيش وسايباها كده تتهوى، بس طبعا قافله لدوت عشان مفيش اي دبان ولا اي حاجه تخش لي، عشان بيبات بقى وبيقرفني جدا في الهش بتاعه اهو. سايبه كده الفطاره تهوي المكان، وهنا السجاده هي بقت نظيفه وزي الفل ما فيهاش اي حاجه، ومشيت كده عليها بالمكنسه شفطت كل حاجه، وهنا كمان الارضيه مسحتها ومفيش اي حاجه في الارض خالص. ومسحت الارضيه ومسحت الحتت اللي باينه وشفطت السجاده، وكمان الازاز لمعته والخشب لمعته، وغيرت كمان المفارش كده غيرتها اللي على الكومودينو كده، غيرت المفرش اللي على الكومودينو، ولمعت كمان الكومودينو والازاز اللي على الكومودينو والخشب، لمعت كل حاجه. بصوا بقى عايزه اقول لكم على حاجه، دايما عودي نفسك كده في وسط الاسبوع، او مثلا عودي نفسك في كل اسبوع تخلي يومين في الاسبوع ان انت تنضفي فيهم اوضه يكون تنظيف عميق. يعني مثلا انا الاسبوع دوت، او لو انت فيك الصحه، او ربنا يدي يا رب يدينا كلنا الصحه ونقدر نعمل كل حاجه، لو تقدري كل يوم تعملي اوضه تنظيف عميق، هتيجي تلاقي نفسك اخر الاسبوع خلصتي الشقه كلها. يعني انا النهارده اهوت مثلا نظفت اوضه الاطفال، بكره هنظف الريسبشن، بعده هنظف اوضه النوم، بعد طبعا الحمام لازم يوميا والمطبخ لازم نشطبه يوميا، ما ينفعش الحمام نسكت عليه، لازم يومين ننظف الحمام، والمطبخ برضو لازم يبقى بايتينه واحنا مشطبينه. فهنيجي على اخر الاسبوع هنلاقي نفسنا الشقه كلها بقت تنظيف عميق، ونلاقي الشقه كلها نفست وبقت زي الفل. ما تقدريش تعملي ده، الموضوع ده خلي خلاص، خلي في الاسبوع يومين، يوم اول الاسبوع تعملي مثلا فيها اوضه، واخر اسبوع اوضه، يبقى انت كده خلصتي اوضتين تنظيف عميق مع المطبخ والحمام زي الفل، يبقى كده تمام جدا تمام. فانت حاولي كده تنظمي جدول التنظيف بتاعك، وربنا يا رب يدينا الصحه. طبعا احنا في حاجات يوميا لازم نعملها، الطبيخ ولو هتتسوقي، لو هتوضي بنوتك في المدرسه، في حاجات اساسيه احنا لازم نعمل حاجه جنبها تكون تنظيف عميق تمام يا حبايبي. بصوا بقى، بصوا هنا انا ديت المرايات اهي اللي انا شلتها، وده المفرش اللي كان على الكومودينو، اخدهم بقى هغسلهم على طول عشان ما تكونش عندي غسيل في السبت، فاغسل الملايات اللي انا طلعتها على طول والمفرش كمان. عايزه كمان اوريكم حاجه، عايزين بقى نعطر الاوضه. بصوا دوت فريده بالتوت، تحفه، كلمه تحفه عليه قليله تمام، بس اهم حاجه تجيبي الاسم اللي عليه برونز، ده هو ده الاصلي، عشان فريده بقى يتغش دلوقتي. المعطر بيثبت اكتر على المفروشيه تمام جدا. هقفل بقى دلوقتي حبايبي الاوضه، ادام خلصتها وودبتها هاخد بس المنايات اوديها على الغساله، واشوف بس الاول الميه جديده ولا لا، لو شديده ان شاء الله هحطهم دلوقتي على طول وما استناش عليهم. واقفل بقى الاوضه، ادام نضفتها كده وخلصتها بحب اقفلها، عشان الاوضه اللي انا بخلصها دايما بقفلها عشان محدش بقى ايه يخشها يجي جنبها تمام. دخلت بقى دلوقتي على المطبخ عشان هعمل الغدا، خلاص كده بعد ما خلصت اوضه الاطفال وخلصت التنظيف اللي ورايا، هدخل بقى دلوقتي اعمل الغدا. ما بحبش بصراحه اتاخر في اعمال الغدا، عشان لو اي حد جه يتغدى ما بحبش اعطل نفسي واجل الغدا بالذات للوقت متاخر، لا احنا بنحب نتغدى بدري. هعمل النهارده سندوتشات كبده وسندوتشات سجق، اكله حلوه جدا، وفي السندوتشات كده وسهله وسريعه ما بتاخدش وقت. فحطيت البصلايه كده وبدبلها، وبحط معاها فص توم، وبستنى لغايه اما يدبلوا، وبعد كده بنزل عليها بالكبده. بصوا انا بغسل الكبده، انا ما بعرفش احط حاجه فيها دمها ولا فيها حاجه، لا لازم كل حاجه بغسلها. في ناس بتقول فايدتها بتضيع، بس الله اعلم بصراحه، بس انا ما ينفعش احطها كده، انا دايما بغسلها تمام. عشان عارفه ان حد يجي في الكومنتات هيقولي انت بتغسليها ليه وانت كده بتضيعي فايدتها، بس لا انا دايما بغسلها، معرفش اعملها كده بصراحه.
هنزل بقى دلوقتي كده بالكبده زي ما قلت لكم، انا غسلها وادبلها كده بقى مع البصله، اديها تشويحه كده مع البصلايه. بصوا بيبدا لونها يتغير، والكبده عامه ما بتاخدش وقت خالص يستوي، بتستوي على طول وطعمها بيبقى حلو جدا. سيبت بقى الكبده كده تستوي براحتها ونقلتها على العين الثانيه وسايباها بقى تستوي براحتها. وهعمل بقى دلوقتي السجق، عايزه كده انجز الاتنين مع بعض في نفس الوقت عشان نعمل السندوتشات بقى. فحطيت كده بصلايه وسط كده وسبتها لغايه اما تدبل، وهنزل بقى عليها دلوقتي اقطع عليها شويه فلفل اخضر كده وطماطم. هو السجق حلاوته في الفلفل والطماطم والبصل، فبقطع كده بقى عليها الفلفلايه. ساعات بعمل جنبها رز ابيض، بس احنا حبينا المره دي ان احنا ناكل سندوتشات كده فينو، بقالنا كتير ما عملتهاش في السندوتشات، فقلت بقى كده اغير ونعملها في السندوتشات. والمخلل حاجه حلوه كده وسهله وسريعه، بالذات لو انت وراكي تنظيف عميق فتعمليها، ما بتاخدش وقت معاكي وتعمليها على طول. ونزلت عليها كده بالطماطم، بصوا بقى الكبده اهي تستوت ما خدتش وقت خالص، فهنزل لها بقى بالتوابل بتاعتها ملح وفلفل وكمون، مش اكتر من كده، ما بحطلهاش اي حاجه خالص لاني عاملاها كبده عاديه مش عاملاها كبده اسكندراني. فاستنوني حبايبي، عايزه اقول لكم استنوني بقى فيديوهات التنظيف، انا التنظيفات الشتاء انا بس مأجلاها لغايه اما الجو يسقع شويه كده وابدا اطلع، لان تنظيفات الشتاء ببدا بقى بطلع الهدوم الشتوي وبدخل الصيفي وبنزل الدولاب كله وبنضف تحت السراير، فبيبقى تنظيف عميق عميق، فعشان كده بستنى لغايه ما بطلع هدوم الشتوي. بس ان شاء الله مش هاخر عليكم قوي ونبدا نعملها مع بعض. بصوا بقى انا علقت كده على الكبده الناحيه دي والسجق الناحيه الثانيه بيستوي، نخلص بقى ونعمل السندوتش. اهو يا حبايبي عملت كده الكبده والسجق في السندوتشات، تحفه جدا جدا وما خدتش وقت خالص، وفي نفس الوقت غدوه حلوه. وعايزه اقول لكم الاطفال الصغيرين بيحبوا قوي، بيبقوا ميالين للاكلات اللي هي السريعه ديت، الاكلات اللي بتبقى بتتجاب من بره. بس يا حبايبي السجق شكله طعمه تحفه جدا زي اللي بره واحلى كمان. حطيت كده جنبها مخلل وسندوتشات الكبده وبس. فاستنوني بقى يا حبايبي في فيديوهات تنظيفات الشتاء، نشجع بعض وتبداوا معايا كده، عايزاكم تبداوا معايا وتقولوا لي في الكومنتات عايزين نبدا بايه بالظبط في التنظيفات، ونبداها مع بعض ان شاء الله، نعمل كده حاجه حاجه ونشجع بعضينا وتشجعوا معايا وتشجع بيكم. بس يا حبايبي عايزه احلى منكم، احلى لايك منكم للروتين لو عجبك، روتين كده يوم كده حلو كده معاكم. تنسوش بقى اللايك، ولو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس. اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي، بحبكم جدا جدا وهتوحشوني، باي باي.